نبدأ بجديد حادثة الحريق في محطة القطارات بالقاهرة والذي أودى بحياة 29 شخصا، حيث قبلت الحكومة استقالة وزير النقل بسبب الحادث. وأفادت مراسلة العربية أن الأمن المصري ألقى القبض على سائق القطار، فيما أظهرت صور القطار وهو يسير بسرعة جنونية إلى المحطة. الرئيس المصري طالب الحكومة بمحاكسبة المسؤولين عن الحادثة ودعا إلى رعاية الجرحى، فيما أمر رئيس الوزراء المصري بصرف تعويضات عاجلة إلى أهالي الضحايا. الرقابة الإدارية بدأت من جهتها تحقيقات عاجلة في حادث سكة الحديد، على أن تبدأ لجنة تقصي حقائق خاصة عملها حول الحادث اعتبارا من الغد هذا، وسوف تعلن الدولة الحداد لمدة 3 أيام مع بدء استجواب الشهود شهود العيان حول الحادث. إلى ذلك أفادت مصادر للعربية بأن عددا من المصابين حالتهم خطيرة، فيما شكلت وزيرة الصحة غرفة عمليات وفريقا طبيا لمتابعة حالة المصابين، خاصة أن هناك حالات تحتاج لتدخل جراحي عاجل.